وللحديث عن مستقبل المصالحة الفلسطينية ومواقف السلطة من اتفاقيات التطبيع، معنا من الضفة الغربية المحتلة علاء أريماوي، الباحث السياسي الفلسطيني. أهلا بك معنا سيد علاء. حياكم الله. أهلا بك سيد علاء. بداية، حركة فتح قالت إن مواعيد الانتخابات أعاقت نجاح الحوار الفلسطيني في القاهرة، هل هذا يعني أننا عدنا إلى ما قبل اتفاق اسطنبول بين الفصائل الفلسطينية أم ماذا؟ شوف، دعني أقول بشكل واضح بأن القضية لم تتعلق بالمواعيد، وإنما تعلقت بالثقة فيما تعلق بإدارة ملف الانتخابات بكلياته. في البداية كان هناك اتفاق ما بين حركة حماس وحركة فتح على إجراء الانتخابات بالتزامن ما بين التشريعي بالإضافة إلى المجلس الوطني، ثم جاءت فتح وحملت رسائل لحركة حماس وقالت بأن عملية التزامن في مسألة انتخابات منظمة التحرير سيعني عقوبات على السلطة الفلسطينية، لأجل ذلك تعالوا لنؤجل ونفصل ما بين انتخابات المجلس التشريعي والوطني. قرئ ذلك في الجانب الآخر تحديدا عند حركة حماس أن حركة فتح ما زالت تحت ما يعرف سقف الضغوط، وهذا الذي جرى فعلا، بأن الضغوط الممتدة التي جاءت من مصر، العربية السعودية، بالإضافة إلى البحرين والإمارات وغيرها من المحور العربي، كان لها أثر ارتدادي على أجواء المصالحة، وإن عول على عملية اختراقات كانت ممكنة. التي طالبته حركة حماس هو إعادة ترميم الاتفاق أو إعادة ترتيب الاتفاق فيما تعلق بمسألة الانتخابات. الآن هل أغلق الأفق؟ من الواضح بأنه الاستدارة التي قامت بها السلطة الفلسطينية باتجاه الاحتلال، إعادة الاتفاقيات وشرعنتها، إعادة الانضباط من إيقاع ما يعرف بالخط العربي الرسمي الذي يؤمن بعملية التطبيع، شاهدنا وليس بعيدا زيارة نتنياهو يوم أمس للعربية السعودية، كله يأتي في سياقات منضبطة على إيقاع بأن السلطة ما زالت تؤمن بخيار التسوية، وأن الفضاء العربي هو الذي يشكل مرجعية عامة لإدارة حراكها. الآن هل يعني ذلك انتهاء المصالحة؟ أنا رأيي استراتيجيا لا يمكن الحديث عن أن خيار المصالحة قد انتهى، لأن المصالحة هي استراتيجية للشعب الفلسطيني، استراتيجية من خلال مقاومة الاحتلال، استراتيجية في إعادة ترميم المؤسسة الفلسطينية التي باتت تمثيل فيها أحادي الرأس تتمثل في حركة فتح. البعد الآخر يتعلق بمعاش الناس، بمعنى أنت أمام حركة استنزاف للحالة الفلسطينية، أي من الحركات الوطنية لوحدها لن تستطيع أن تقود المشهد الفلسطيني، وأيضا أزمة في التمثيل والشرعية، الشعب الفلسطيني منذ عام 2007 لم يجدد أي من شرعياته، لم يجدد الثقة لأي أحد من الفصائل لقيادة ملف مواجهة الاحتلال أو قرارات تتخذ نيابة عنه. وهناك أيضا مسارا استراتيجيا فيما تعلق الآن بمناخ التسويات العامة التي يسعى الاحتلال لفرضها من خلال العرب، وهو الاتفاق مع إسرائيل على قيام دويلة فلسطينية على حدود أقل من 67 تؤمن بوجود المستوطنات وتؤمن بعدم عودة اللاجئين وتؤمن الأخطر بأنها تؤمن بمصادرة ما يعرف بالفضاء الأمني للاحتلال، نحن نتحدث هنا عن الأغوار وغيرها. هذا يعني أنه في حال لا سمح الله وقعت السلطة وحركة فتح في شرك التوجهات العربية، سيكون الجسم الفلسطيني المنتخب هو المنقذ لأي حالة يمكن أن تتعثر فيها الحالة الفلسطينية. طيب سيد علاء، يعني في هذا السياق رئيس الوزراء الفلسطيني انتقد اعتبار التطبيع بديلا للسلام مع الفلسطينيين، يعني كيف نفهم هذا الانتقاد في ظل عودة العلاقات كما تحدث بين السلطة الفلسطينية والصهاينة؟ شوف، دعني أقول بشكل واضح، السلطة الفلسطينية تدير علاقة مرتبكة و سيئة للغاية في استراتيجية ما يعرف الموائمة ما بين المطالبة بالحق الفلسطيني والصمت عن الأداء العربي، ثم الصمت الأخطر هو أو الممارسة السلبية السيئة التي تقوم من خلالها بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن لدينا سقطات كبيرة في لدى السلطة وحركة فتح، من أهم هذه السقطات أنك تدير علاقة مع الاحتلال طبيعية والاحتلال لا يعطيك أي شيء. أنت تدير علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وهو انكفى عن كل الاتفاقيات السياسية التي تمت، أنت تدير علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي وما زال الاحتلال يسلب أرضك ويقتل بشرك ويمارس أداة منهجية لفناء وجودك.
ثم في المقابل أيضا تعيد العلاقة مع أنظمة عربية قامت بالتطبيع المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا تستطيع أن تقيم علاقة مع شعبك من خلال عملية مصالحة. هذه مفارقات عجيبة على حركة فتح أن تعيد الآن قراءة سلوكها السياسي وأن تعيد تقييم مسارها العملي في مواجهة الآن ما يعرف بحالة الانجراف وراء الاحتلال في تفاصيل الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة نتنياهو وبايدن. وبايدن القادم إلى البيت الأبيض سيدير ظهرهم لأي من الحقوق الفلسطينية، ولا يملك الفلسطيني إلا ظهرا يحمل عليه ذاته يواجه الاحتلال ويعيد الاعتبار لوجوده بقوة عملية مواجهة للاحتلال الإسرائيلي. سيد ريماوي، يعني ما هي الخطوة المطلوبة من السلطة الفلسطينية، أو يعني بشكل أدق ما الذي تستطيع السلطة الفلسطينية، ما الذي تستطيع عمله السلطة الفلسطينية لوضع حد لتمادي الاحتلال في ظل الظروف الراهنة؟ شوف، أول هذه العناصر هو إعادة الاعتبار لبناء البيت الفلسطيني، وهذا البناء لا يتم إلا من خلال مصالحة. البعد الآخر هو إعادة ترميم عناصر القوة في المجتمع الفلسطيني. لدينا عناصر قوة تتمثل بالمواجهة الشعبية مع الاحتلال الإسرائيلي، لدينا عناصر قوة تتمثل بالمقاطعة للاحتلال الإسرائيلي، لدينا عناصر قوة متواجدة في الشتات من الشعب الفلسطيني قادرة أن تحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لدينا حضور في كافة المؤسسات الدولية وعلينا أن نضاعف ذلك ويمكن فعل ذلك. علينا أن نستند لقطاع غزة التي تملك مقاومة فيزيائية حقيقية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. علينا أن نعيد الاعتبار لعلاقة مع الجمعيات والمؤسسات الفاعلة الشعبية التي تواجه الاحتلال الإسرائيلي. لدينا مكنة إنسانية وبشرية متواجدة في كل الإقليم ومتواجدة في الأرض الفلسطينية، يمكن أن نعيد الالتحام مع الاحتلال الإسرائيلي على قاعدة ما أحدث لدى الشعب الفلسطيني في الانتفاضة الأولى عام 1987. سقف المقاومة هو الذي يخضع العالم بإرادة الشعب الفلسطيني، سقف الرفض للتطبيع والانحلال في مساحات الاحتلال الإسرائيلي ويعيد رفع سقف في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أما البقاء في ذات المربعات يعني هزيمة، يعني انكفاء، يعني ذوبان الملف الفلسطيني لصالح ما يجري من احتراق في داخل الإقليم العربي الذي يتوزع همه ما بين مواطن يذبح في سوريا ومواطن يتم إذابة دولته في العراق ومواطن يتواجد في ليبيا الآن يعني يعيش حالة الانقسام والقتل والموت، وكذلك في اليمن وغيرها من الدول العربية. إذن الباحث السياسي الفلسطيني علاء ريماوي، كنت ضيفنا من الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك.